طبعا كان لقاء مع الإخوان على مستوى الكونفدرالية الإفريقية اللي كان الموضوع هو يعني الرد على طلب تأجيل اللي تقدم به المغرب سابقا لاعتبارات اللي كيعرفها الجميع. وبالتالي كانت مناسبة أنهم بلغونا يعني الإكراهات اللي كاينة وأيضا الالتزامات وبالتالي حتى صعوبة ديال التأجيل. وبالتالي خلاو واحد الفرصة قالوا نخليو لنفسنا واحد الخمس أيام ديال يعني التفكير والتأمل باش نخرجوا بواحد الصيغة جديدة اللي غادي تكون يعني فيها أقل خسارة ممكنة للطرفين. أكيد أن القرار ديال طلب التأجيل اللي تقدم به المغرب هو لم يكن اعتباطي أو صدفي، وإنما جاء طبعا بعد واحد التأمل وبعد واحد مجموعة ديال الدراسات وواحد مجموعة ديال البيانات اللي كانت يعني تأسست على المعطيات الأخيرة اللي جات في تقارير ديال المنظمة العالمية للصحة، أيضا الاجتماع اللي قامت به اللجنة العلمية واللي فعلا أبانت على القلق ديالها في على مستوى كل تجمعات الجماهيرية. طبعا قررنا ما كما كنقول كان بني على هذه الاعتبارات، وبالتالي أعتقد أنه اليوم الأمر كيتعلق باش نلقاو واحد توافق أو حل توافقي لحالة ربما غاب فيها.